احنا نوهنا يعني في بداية الحلقة عن الفقرة دي، بس احنا لازم نبقى عارفين ان احنا فعلا عندنا ابطال بجد رغم اي صعوبات يعني ممكن ان هم يواجهوها. هم زي ما بيتقال كده المصطلح بتاعهم، هم اصحاب الشلل الدماغي اللي قدروا يحققوا بطولات رغم كل ده وانجازات في مختلف كمان الرياضات، مش بتكلم مثلا في رياضه معينه. هنتكلم اكتر وهنعرف تفاصيل وهنعرف كواليس ونفهم اصلا ايه طبيعه هذا الداء او هذا المرض او هذا الوضع يعني، مع دكتور محمد محمود بيومي المدير الفني للمنتخب منتخب مصر لمرضى الشلل الدماغي او البوتشيا. هنعرف برضه يعني ايه البوتشيا. يا دكتور صباح الخير، صباح نورنا. اهلا بيك، اهلا بحضرتك، سعداء بوجود حضرتك معانا دكتور. ربنا يخليك يا استاذ كريم، ربنا يحفظك. استاذنك نبتدي بالتساؤل اللي نهاوند ختمت بيه تقدمتها لحضرتك، البوتشيا او البوتشيا. مش كل الناس سمعت حتى المصطلح ده قبل كده، فلو في برضه مجال نعرفه للمشاهدين. البوتشيا دي لعبه لمرضى الشلل الدماغي شديد الاعاقه وكمان الاعاقات الحركيه الشديده. بيبقى في ضمور شامل في العضلات، بيبقى قاعد على كرسي متحرك، لازم الاربع اطراف يكون فيهم تاثير. لو قلنا ان كل المعاقين بيمارسوا كل الرياضات، بس في لعبتين المعاقين بيمارسوهم وما بيمارسوهمش الاسوياء. ايه هما اللعبتين دول؟ كره الجرس للمكفوفين وكره البوتشه دي. ليه بقى؟ لان هي معموله مخصصا ليهم. هما المفروض ان هما يلعبوا كوره من غير ما يلمسوها لا بايديهم ولا رجليهم، مش كده؟ لا هي الكور، كره البوتشه دي عباره عن مجموعه من الكور مصنوعه من الجلد ومحطوط فيها ماده بتعمل وزنها 275 جرام وبتتمسك في الايد، عباره عن 13 كوره. في كوره البيضه اسمها الجاك. أوكي. وفي ست كور حمراء وست كور زرقاء. بتتلعب يا اما فردي لاعب بيلعب لاعب، او بتتلعب زوجي اثنين بيلعبوا اثنين، او فرق ثلاثه قصاد ثلاثه. في ملعب طوله 12 متر ونص في 6 متر. في جزء مخصص صناديق الرمي، كل واحد ليه صندوق رمي بيبقى ايه ما بيلعب فيه. في ست صناديق رمي. بيقف اللاعب مثلا لو فردي بنقف في مربع 3 و4 وبنبتدي نلعب كره الجاك الاول اللي هي البيضه اللي مصنوعه من نفس الخامات، وبيبتدي يرميها عشان تعدي خط الفي. بعد كده بيصوب اللعبه. بقى هنا ابتدت بقى اللعبه الممارسه بقى والتركيز، ازاي بقى اللاعب يقدر يصوب على الكوره ويقرب كورته من الجاك. بيبتدي يلعب الكوره الحمراء بيقربها من الجاك، وبعد كده يبتدي الكوره اللاعب الاخر يلعب الكره الزرقاء. الحكم بيبص يشوف انهي كوره اقرب للجاك، الحمراء ولا الزرقاء. الحمراء اقرب يبقى الازرق هو اللي يلعب. فكل واحد معاه ست كور. استراتيجيه اللعب بقى ازاي انا اقرب كوري من الجاك وابعد كور الخصم. هي ما فيهاش يعني اللي احنا عايزين نفهمه لحضرتك، هي ما فيهاش تعب قوي يعني، هي سهله وهم بيبقوا عارفين الرولز، بس في نفس الوقت ما فيش مجهود يعني وفقا للحاله اللي هم فيها تسمح. بالظبط. هي متصنفه اربع تصنيفات طبيه. يعني في تصنيف بي سي 1 ده بيكون شلل دماغي بس ضعف العضلات اللي في ايده يخليه يرمي الكوره، لازم كمان ليه مساعد عشان يديله الكوره، ما عندوش المقدره ان هو يمسك الكوره. فهو بيمرجح ايده وبيزق الكوره. طب مش قادر يمرجح ايده، ممكن يشوط الكره برجله. تمام كده. في بعد كده الاقوى يعني اللي يقدر يرمي الكره اقوى، ده بي سي 2 بيكون برده شلل دماغي وبيقدر يرمي الكره لمسافه ابعد، وده بيعتمد على نفسه بدون اي مساعد. اكيد التعامل مع مرضى شلل الدماغي وخصوصا في اطار رياضي وفي لعبه بعينها وليها مواصفات معينه وليها قوانين معينه، يعني اللي حضرتك بتعمله مش حاجه سهله، فعايزين برضو نوضح الصورة كيفية التعامل معهم. هل قدرات الاستيعابية عندهم بتختلف كتير عن الشخص السوي العادي؟ طبعا، لأن أصلا المشكلة بتبدأ أصلا الشلل الدماغي ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مشكلة بتحصل في المخ أثناء أو بعد الولادة أو قبل الولادة. والشائع جدا اللي هو أثناء الولادة بيحصل نقص أكسجين في الدماغ، فبيقدر يأثر بيعمل تأثير على المخ. بيكون حجم المخ في الوقت ده الطفل بيكون حجمه 400 جرام، فتخيل بيوصل لحد 5 سنين بيكون حجم المخ وصل 1400 جرام. يعني في فترة الخمس سنين دول بيكون حجم المخ كبر. طب لو حصل أي ضرر أو نقص الأكسجين ده عمل خلل في خلايا المخ، إيه اللي ممكن يتخيل بقى؟ على حسب الإصابة، على حسب الخلل اللي هيأثره على الجسم كله. بيحصل بقى يا إما شلل على شقي بياخد إيد ورجل، يا الشق الايمن يا الشق الايسر. ده ممكن بعد الولاده كمان يا دكتور؟ ممكن لحد 5 سنين لو حصلت اصابه مباشره في الدماغ. يعني أوكي. ولد وقع اتخبط في دماغه، وعندي عينات من دي كتير حصلت، مثلا حادثه او اي اصابه اثرت على القشره الدماغيه واثرت على المخ، بتؤدي لشلل دماغي. وعلى حسب نوع الاصابه على حسب التاثير.
فممكن كمان تأثر على الكلام، تأثر على يعني ممكن بدنيا يبقى تمام ما فيهوش مشكلة، بس النطق مثلا ممكن، بس بيحصل برضو بدنيا بتأثر الأطراف، لأن التأثير بيحصل على العضلات، يا إما بيحصل فيها ارتخاء، يا إما بيحصل فيها تشنج، يا إما بيحصل فيها ارتعاشي أو ترنحي على حسب نوع الشلل الدماغي اللي بيحصل. وكمان بيأثر على نسبة الذكاء بنسبة 25%، كمان بيأثر على نسبة الذكاء بتاعتهم من اللي مصاب بشلل الدماغ. هو عموما للمزيد من التوضيح حضرتك مشكورا، جبت معاك مجموعة صور كمان على حسب جبت مجموعة صور يعني هنعرضها دلوقتي برضو نسمع تعليق حضرتك. في مجموعة صور كنت عارف، دي مثلا دي بطولة كرة القدم للشلل الدماغي، ليها تصنيفات برضو معينة مش أي حد بيلعبها. دول طبعا زي ما حضرتك شايفين بدنيا تمام يعني هنا، لا بدنيا عندهم يعني، بص حضرتك هنا إيده فيها مشكلة، رجلي فيها مشكلة، بس أقصد عندهم بس القدرة مش قاعدين يعني على كراسي، لا مش قاعدين على كراسي ده. هنا بيلعب كرة قدم عادي، كرة القدم السبعية ليها الاتحاد، ليها اتحاد دولي، واحنا بفضل الله تبع الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي، شاركنا في الاتحاد الدولي وهنشارك في البطولات بتاعته ان شاء الله. جميل. وكان لسه من حوالي اسبوعين حققنا الحمد لله، عملنا بطوله الجمهوريه وشارك اربع فرق، واتعملت في مدينه الاسمرات اللي في المقطم، وكانت بطوله قويه جدا من المستويات بتاعت الفرق اللي موجوده، كانت قويه جدا، واخترنا اولاد عشان يقدروا يمثلوا منتخب مصر من كره قدم سباعيه. ده مثلا فريق اهو برضو متصور مع البطوله، حصل في حضور جماهيري يا فندم، ولا الموضوع بيبقى مقتصر على اولياء الامور بس؟ بصراحه بيبقى مقتصر على اولياء الامور، لان برضو لسه الاتحاد وليد ما فيش امكانيات وشهره كبيره والدعم ليه قليل، فاللي موجود مثلا اعضاء مجلس الاداره وموجود كمان اولياء الامور اللي هم خاصين باللعيبه. اعتقد تواجد جماهير ده برضو ممكن يفرق نفسيا بالايجاب كمان عليه. اكيد طبعا، دي نقطه حلوه قوي. ودي بطوله السباحه، الاتحاد عندنا اتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي بيقدم المفروض خمس العاب، السباحه والعاب القوى وكره القدم السباعيه والبوتشا والكراسي المعدله. دي لعبه السباحه، برضو في منتخب اتعمل للسباحه وعملنا بطوله السباحه في نادي المهندسين في 6 اكتوبر، كانت في شهر 11، وفضل الله حصل عدد كبير جدا، اكتر من 81 سباح، وده برضو انجاز ما شاء الله. والله العظيم شكلهم يفرح بجد، ربنا يكرمهم. محمود ده كان معانا قبل كده صح محمود؟ حصل في لقاء مع حضرتك. ايوه كان معانا قبل كده، شخصيه جميله، وهو دلوقتي في تركيا، محترف في تركيا بالظبط. دول كره القدم باستخدام العكاز، استخدام العكاز كره القدم بمبتوري القدم. يعني هو عنده مبتور القدم، فبيلعب كره قدم بالعكاز بتاعه. هل الفرق دي يعني ليهم اي مشاركات في اي دورات بارالمبيه؟ طبعا، في الاتحادات طالما الاتحاد دولي مشاركه مع الاي بي سي لازم يخش ينافس فيه مباريات دوليه عالميه. يعني مثلا يعني كل اشكال الاعاقه بتكون مشاركه، بيشاركوا على حسب الاتحادات وعلى حسب الرولز اللي بتجي لنا من بره. دلوقتي مثلا احنا دلوقتي اتحاد الشلل الدماغي بقى موجود كمان شارك في الاتحاد الدولي اللي هو البيس فيد لكره البوتشا، بحيث ان احنا دلوقتي عندنا بطوله ان شاء الله في جنوب افريقيا في شهر 3 تؤهلنا لباريس 24، بحيث ان المنتخب يتكون طب هايل، ده خبر كويس جدا. وعندنا بفضل الله احنا سافرت بالولاد بطوله عربيه الافريقيه في تونس 2019 وجابوا 3 ميداليات ذهب وفضه وبرونز. حضرتك سافرت منفردا ولا برضو لازم يكون في اولياء امور بقى في الحاله؟ لا، في ما فيش اولياء امور، لازم احنا بنتكفل بالاولاد ورعايتهم، الجهاز الفني هو اللي طب ده معنى كده ان كل اللي بيشتغلوا مع حضرتك لازم يكونوا مؤهلين برضو للتعامل مع الشباب دول؟ بالظبط، خصوصا بقى بره ارضيه الملعب، على الصعيد بقى الانساني وعلى الصعيد الشخصي والحياتي والممارسات اليوميه والاكل والشرب والحاجات دي برضو اكيد مهمه مش سهله. بالظبط، لان هم بيحتاجوا رعايه كامله. يعني مثلا طبعا، في تصنيف عندي اللي هو بي سي 3، ده اصعب تصنيف، ده بيستخدم منحدر وبيستخدم كمان لازم بيبقى معاه مساعد للاعب، يعني شخص بيساعده يحرك له المنحدر بتاعه في الاتجاه اللي هو عايزه ويحط له الكوره، وفي طالع من دماغه كده بنلبسه زي طوق واللي طالع منه اريال عشان يزق الكوره بيه. فتخيل بقى حضرتك ده واحد شلل رباعي كامل جدا، ما بيحركش لا ايد ولا رجل، فانت محتاج ان انت تساعده مساعده كامله. طب الامور يعني حضراتكم بتعملوا ده بنفسكم لمثلا لان الميزانيه بتكون محدوده وما تستوعبش قوي فكره ان يبقى في مرافقين مع كل لاعب؟ هو لا، رسمي الاتحاد الدولي بيخصص للعيبه دول في مساعد لاعب ليه معاه في اللعب،
يعني مثلا انا في صندوق الرمية هو اللي موجود لي، هو اللاعب مساعد اللاعب ده قدامه، ولو في التكريم بيتكرم بياخد ميداليه زيه زي اللاعب، لانه لو اخطا ده مساعد مكلف بالمأموريه، مكلف بالمأموريه. لكن انا بتكلم بقى على صعيد الاولياء الامور، اولياء الامور لا، صعب جدا ان احنا ناخد اولياء امور، لان اللائحه ما بتقولش بس في حد بيراعي، يعني دي النقطه يمكن كريم قصده، لان محتاجين رعايه بالزبط. يعني ايوه هم محتاجين رعايه، الرعايه دي احنا بنقدمها كجهاز فني بالمساعد بتاع اللاعب. انا مثلا في رياضه البوتش اول ما دخلتها بفضل الله مصر، ابتديت اعلم اخواتي اللاعبين اللي هم الشلل الدماغي الشديد قوي دول، ان انا اعلمهم اللعبه، وخليتهم يخشوا معايا دوره التحكيم ودوره التدريب علشان يفهموا اللعبه كويس جدا، عشان هو اللي بيساعد ايه اخوه، بحيث ان هو لما يقدر يفهم اللعبه كويس جدا وسافرنا بره مصر، هو كده كده بيساعد اخوه في البيت مع والدته ووالده، بيعرف ازاي ياكله ويشربه وينيمه ويحميه يعمل كل حاجه. فهو لما اخده معايا بره مصر يبقى هو برده عنده المقدره على كل ايه، على كل الحاجات دي يعني الخدمه الرعايه. يعني حضرتك بتقول ان انت دخلت الرياضه دي مصر، صح كده؟ طيب يعني اشمعنى الرياضه دي يا فندم؟ يعني ايه خلفيه اختيار حضرتك للتفصيله دي بصفه خاصه؟ وده مش انا مش امر عادي حضرتك. يعني انا في مدرسه، المدرسه دي معلم خبير، المدرسه دي الوحيده على مستوى الجمهوريه اعاقه حركيه وشلل دماغي. المدرسه دي فيها 200 ولد وبنت كلهم شلل دماغ وعقاقات حركيه. انا بوديهم، يعني بحب اخلي الاولاد يمارسوا رياضه، لان انا بتخرجهم عن حاجات كتير جدا فيهم وبيلاقوا نفسهم. فابتديت ادور، الاولاد مش لاقي لهم لعبه، مش لاقي السباحه مش مناسبه ليهم، والعاب القوه مش مناسبه ليهم، ومفيش حاجه مناسبه ليهم. لدرجه ان في واحد منهم جه قال لي انا خلاص انا يعني عايز دكتور نفساني عشان انا ماليش اي لازمه. يعني انا لما بحب اكل بياكلوني، لما احب استحمى بيحموني طبعا. لدرجه وانا نايم عشان اتقلب لازم حد يقلبني. فقلت له لا، في لعبه كويسه جدا ليك، وانا ان شاء الله الاتحاد هيتشهر في 2018 وانا هخليك تبقى كويس في اللعبه دي. ووريته فيديوهات ليها، والدته اتصل بيها قالت ده ما نمش الله من ساعة ما شاف جميل. ما نمش من ساعة ما شاف اللعبة وشاف ان حضرتك قلتها له، ربنا يكرمك. فابتديت بقى اشغل، يعني اشتغل عليها لحد من فضل الله الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين بقيادة الدكتور احمد ادم رئيس الاتحاد شهره الاتحاد، وظهرت من خلالها لعبة البوتشة. فابتديت بقى، دخلنا اول بطولة كان ب 20 لاعب، ده الكلام ده من 2019. انتوا اللي دورتوا عليهم ولا يعني اعلنتم عن ان اللي عنده طفل او عنده ابن او ابنه؟ هو احنا ابتدينا الخامه دي كلها كانت موجوده بفضل الله عندي في المدرسه. أوكي. وفي اولاد في نوادي تانية برضو مش موجود بيها. دول كانوا النواه الاولى يعني. فابتدينا ندور برضو على الناس تانية، واعلنا لما اظهروا ان في بطولات، لان برضو كاولياء امور بيحبوا يخشوا على الاتحادات الجديده عشان يشوفوا هل في حاجه مناسبه لاولادهم ولا لا. وبالفعل ابتدينا نستقطب ناس، وعملنا بطوله حتى في بورسعيد، والناس في بورسعيد فوجئنا اولياء امور وجايبين اولاد شلل دماغي وقاعدين على كراسي متحركه، وقالوا دي اللعبه دي هتبقى مناسبه جدا لاولادنا، وبالفعل دخلوا معانا في اللعبه دي. ودي كانت نقطه بدايه ان احنا عملنا منتخب للبوتشا وسافرنا، وكانت اول مشاركه لينا في البطوله العربيه الافريقيه، والولاد حققوا ميداليات بانجاز كبير جدا. وبنشكر برضو الاتحاد على الاهتمام بالولاد برضو في نشر اللعبة دي. ما هي دي بقى النقطة دكتور احنا عايزين نتكلم فيها اصلا من اصل كمان الفقرة دي كلها، فكرة هنا الروح الموجودة. يعني حضرتك بتتعامل معهم بشكل يعني يومي تقريبا، مدرك قد ايه طبعا حجم مش هنقول المشاكل، ولكن يعني في عوائق موجودة، ولكن رغم ده انت بتلاقي اكيد ناس عندها اصرار، ناس حابة ان هي يعني زي ما بتقال ايه امل في الحياة. فممكن الشق ده او الجزء النفسي الجزء المعنوي تكلمنا عنه اكتر؟ احنا عايزين نتعلم على فكره ما نسمع. لا هو بص حضرتك، ان النقطه اللي بتتكلمي فيها دي مهمه جدا جدا جدا، وبصراحه اولياء الامور بيتعبوا معانا جدا، وكمان التكلفه الماديه عليهم بتبقى عاليه في الانتقالات والمروح والجاي. بس هو بيعمل كل ده ليه؟ عشان بيشوف الفرحه في عين ابنه. طبعا هي دي النقطه بقى اللي احنا بنقدر نوصلها. وكمان الفرحه لما ابنه يلبس ميداليه ويحس ان هو عمل حاجه. وتخيلي انا عايز اقول لك، ولاد سافرت معايا تونس ولبسوا الميداليات بقى في تونس، يعني دي كانت حاجه كبيره جدا وفرحه من اهاليهم وهم موجودين طبعا. واستقبالهم في المطار ان ابني حقق ميداليه وجاب، وممكن اخوه سوي ما فيش اي حاجه عملها. ولو كمان ربطنا اللي حضرتك بتقوله بالجمله اللي قلتها من شويه، جمله ان في حد في وقت من الاوقات قال لك انا حاسس ان انا ماليش لازمه. بالظبط بالظبط، يعني انا كده كده حس بكيانه انه ليه لازمه وليه اهميه حاجه بالظبط كده. دي نقطه مهمه جدا ان انت تحسس الانسان بدوره في الحياه والدمج بتاعه، ان هو يخش ويندمج وسط المجتمع ويحس ان هو فعال وسط المجتمع. هو خلاص كده نفسيا بقى مؤهل ان هو يدي اكتر
حاجه عنده فاضل بقى ان المجتمع يعيش يعني سبب بالزبط. يعيش وسبب ان هو عارف الواحد يحس ان هو ما بيقدمش حاجه او حياته واقفه دي ساعتها ممكن يصل لاكتئاب وحاجات تانية لكن طبعا. طول ما انت حاسس ان انا عندي مشكله بس انا بنجز حياتي بتتغير بطورها هي دي النقطه بس اكيد بتبقى محتاج برضو يا دكتور داعم نفسي او استشاري نفسي هل في ده وبيسافر معاهم ولا لا لان دي نقطه مهمه جدا والله ممكن عشان التكلفه ما جبناش اخصائي نفسي بس احنا بنقوم بيه احنا كمدربين بنقوم بيه يعني احنا بفضل الله علاقتنا بالاولاد بقت قويه جدا الناس بتتكلم معانا بنعتبر اسره لان احنا زي ما انت حضرتك قلتي احنا شبه يوميا او يوم ويوم بنشوف بعض وبنقعد مع بعض في التمرين بثلاث اربع ساعات فانا بتعامل مع الولد وفي علاقه ما بيني وما بينه كتير جدا ممكن تبقى في مشكله عنده يجي يحكيها لنا ما يكونش حكاها لأهلي وممكن اهالي تلاقيهم ما عندهمش الرغبه ان اولادهم يشاركوا ازاي برضو ده بتتعاملوا معاهم مش من باب ان هم عايزين حاجه غير ان هم خايفين على اولادهم فده ازاي برضو بتتعاملوا مع الاهالي اصل شق التاهيل النفسي ده مش بس يعني فاهم الاهالي كان يعني هي دي بتحتاج مننا بقى ايه التوعيه والنشر وندي دورات تنمية بشرية لأولياء الأمور أيوة. علشان خاطر نقدر نخليهم نقنعهم إزاي يقدروا يجيبوا بالزبط. أولادهم التمرين وإزاي يتقبلوا الإعاقة اللي موجودة وإن هو لأ أنا هقفل عليه وهسيبه موجود في البيت شفت ده يا دكتور بعينك أهالي كانوا كده في أهالي زي كده كتير وكفاية إن هم مثلا عندي في المدرسة بيجوا بالمدرسة كفاية إن إحنا بنجيبهم المدرسة طب أنا هاخده يعني من النادي لأ هو عايز بس يعلمه لكن صعب عليا أنا عندي أكد النقطة اللي أنت بتقولي عليها بالزبط. إن كمان أولياء الأمور هم كمان محتاجين دعم نفسي هو الضغط مثلا ضغط الحياة اللي عندهم أولاد تانيين برضو عايزين مسؤوليات فبيجي مثلا وقته بيقضيه معاه في المدرسة يومين ثلاثة في الأسبوع وبعد كده يبتدي إن هو يقول لك أنا أروح تمرين تاني بعد الظهر الموضوع برضو صعب. على فكرة يعني أعتقد إن برضو في هذا الصدد الإطار اللي إحنا بنتكلم فيه بيتهيألي إن الدعم اللي بيجي لكم في حال وجود دعم بيجي لكم إما من وزارة الشباب والرياضة أو من الاتحاد المعني أعتقد لازم يتراعى فيه كل اللي إحنا بنتكلم فيه ده لأن مبدئيا إن الأولاد دول يسافروا مع أولياء أمورهم إن شاء الله فرض منهم ان شاء الله اب بس او ام بس دي نقطة مهمة جدا الاثنين ليه بقى رجوع للنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها الاب والام هتبقى فرحتهم بالدنيا وهم مثلا معاكم في تونس او في الكاميرون او في اي يعني فعاليات تنافسيه في اي بلد بره مصر ويشوفوا ابنهم في لحظه انتصاره دي هتبقى برضو حاجه مهمه جدا ونظرا لتكلفتها فاعتقد لابد من وجود دعم كافي ليها يعني ده حق الاهالي برضو النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي حصلت بالفعل معانا واحنا مسافرين بنعمل اختبارات المنتخب يعني انا عملت اختبار المنتخب طلع 10 اولاد في 2 طلعوا بياخدوا ادويه معينه لان هم لازم ياخدوا ادويه عشان ظروفهم الصحيه الدكتور قال لي لا دول مش هينفع لانه الادويه دي فيها منشطات فلازم هيقعدوا 6 شهور يبطلوها وهتكون طبعا البطوله عدت بس نوع المنشطات ده عفوا سريعا يعني مش ده بيكون بيندرج تحت اللي هو دواء مش منشط اللي هو الممنوع وفقا للقانون لازم يعني ناخد بيه موافقه طيب الموافقه كانت صعب ان هي تيجي قبل ما يعني ناخدها هيكون ميعاد البطوله كان شهر على البطوله هو ده يرجعني تاني لنفس النقطه لازم يكون في استثناءات كتير ايوه في سرعه يعني حقيقه يعني. في بقى اولياء امور ولد كويس جدا اللي انا حكيت لك عليه ده واللي هو اسمه ايمن يعني اولياء اموره قالوا لي الاب والام قالوا لي لا مش هينفع ان هو يسافر من غير يا اما اخوه يسافر معايا يا اما حد مننا عشان خاطر ده محتاج طلب منطقي ومشروع جدا هو طلب منطقي بس ده مش في اللوائح بتاعه الاتحادات الاتحاد عنده دلوقتي هل اللوائح دي محتاجه تتعدل اكيد طبعا محتاجه بقى قرار وزاري عشان تتعدل بيه خطيبته من السيد الوزير لا للاسف دي بقى حاجات خاصه بشغل الاتحاد ورئيس الاتحاد هو اللي يقدر يخاطب بيها لما المشاكل تتفاقم معاه في الحته دي ان اولياء الامور بيبقوا عايزين يسافروا عشان الرعايه الصحيه بتاعه الولد والرعايه المتكامله ليه بس اللحظه يعني حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها هم لما بيسافروا بياخدوا الرعايه الكامله من الفريق اللي معاهم يعني الفن. ما بيبقاش فيه تقصير او حاجه ما بيرجعوش فيه مشاكل او حاجه ده اللي لا احنا بفضل الله معانا ناس متخصصه بفضل الله في التعامل مع ذوي الاحتياجات يعني وبالذات الحالات الشديده دي وكل متطلباتهم بنديها لهم كويس جدا من اكل وكمان في ناس بتساعد بعضيها منهم بصراحه يعني انا في تونس شفت مواقف جميله جدا عجبتني قوي يعني كان معايا عبد الرحمن ده شديد الاعاقه جدا وهو انا واخده بي سي 1 عشان هيلعب الكره المفروض برجليه ففي الاختبار بتاع التصنيف الطبي قال لي لا الدكتور قال لي لا بتقلش منه الكره وهو بيشوطها برجليه فقال لي ده هيلعب بالرامب
وهيلعب ايه ومحتاج مساعد. فانا ابتديت نزلت المساعد معاه، فشفت مستوى ذكاء الولد، واحنا ما اتمرناش على دي الا فتره بسيطه في مصر في الاول هنا قبل ما نسافر، وشفته كان هو ما بيحركش الايد ولا رجل، فبيحرك الرنب بشفايفه ويلعب الكوره بشفايفه. الله، ايه ده؟ اه، ومستوى الذكاء بتاعه، وكمان يعني عجبني في لعبه، يعني كان منافسه ثلاث اولاد معانا من تونس بيلعبونا، ففي ماتش منهم النتيجه كانت 5-0 ليهم هم في الشوط الاولاني، هم اربع اشواط. الشوط الثاني عبد الرحمن انا قلت له العب قصير والعب على الجنب بتاعنا، فلعب فكسب 3. وبعد كده ثاني ماتش هم بيلعبوا الجاك الاول، فكسبنا احنا 1، وبعد كده اخر شوط كسبنا 1، فبقت النتيجه 5-5. ففي الحاله دي لازم نلعب شوط فيصل علشان خاطر لازم المباراه تنتهي بفوز احد الفريق، احد اللاعبين لازم يكسب. فبيحطوا الجاك في النص في المربع بتاعنا. انا هستاذن حضرتك سريعا لان الوقت خلص، فكان هنسمع الباقي بس سريع. فالمهم عبد الرحمن اختارت القرعه ان هو اللي يبدا، فبدا رمى الكره بتاعته وجابها جنب الجاك، فالخصم لعب الست كرات بتوعه وبعدهم خالص. فعبد الرحمن انا لقيته بيتحرك على الكرسي بتاعه بيقول للراجل الحكم خلاص خلاص انهي، انا هموت الخمس كور دول مش هلعبه، عشان هو كسبان ايه؟ 1-0. وانا كنت منبه عليهم ان احنا لو كسبان 1-0 في الشوط الفيصل ده يبقى لازم انهي المباراه علشان خاطر كده انا كسبته ما العبش كوره تبوظ. يا رب دايما كسبانين وموفقين. حضرتك بتعمل حاجه محترمه جدا، تحياتنا ليك وجزيل الشكر لوجودك معانا في حلقتنا. ربنا يحفظك. نورتنا يا دكتور، وتحياتنا ليهم وربنا يوفقكم ان شاء الله دايما، ارفعوا اسم مصر عالي. دي النقطه في البارالمبيات الجايه كمان باذن الله. نشكر حضراتكم انا وكريم اكيد، ويعني كان اسبوع حلو، اسبوع وسنه جديده علينا خير دايما يا رب ان شاء الله. نشوفهم الاسبوع الجاي ان شاء الله. نشوفكم على خير، الى اللقاء.